محطتنا التالية ليا مع الرقص مع الحيوية النشاط الممزوج برياضة لنتعرف على رياضة جديدة بسوريا أكيد ستايل كومبات ونعرف شو هي شو أهميتها وشو فوائدها معنا الكوتش صافي العكش مدير لياقة بدنية. أهلا وسهلا فيك سعد صباحك صباح أهلا النشاط. أهلا فيك يا هلا صباح النور. أهلا وسهلا فيك صباح الخير كوتش. يا هلا صباح يعني النور. دايما بيقولوا أنه كل أنواع الرياضة مفيدة بس الرقص مفيد كتير كتير كتير. قديش بالبداية خلينا نتعرف هيك نحن والمشاهدين قديش الرقص يمكن بيحرك كل الجسم مع بعضه؟ هلا هي أول شيء الرياضة اللي بدربها اسمها ستيل كومبات. نحن تقريبا في شركة ستيل بروجرامز، هي شركة عالمية مقرها الأرجنتين، جبناها لهون وصرت أنا الكوردينيتر تبعها، يعني أنا المسؤول عنها بسوريا. شركة كتير متطورة فيها عدة أنواع من الرياضات، فيها الستيل كومبات. هلا اللعبه اللي انا هلا عم درجها عملت لها ايفنت اول امبارح تقريبا ببروجي معلا، كان ايفنت كبير وكان حضور اكثر من 80 شخص كانوا حضروا الايفنت بين كوتشات ومدربين ولاعبين، عملت صدى كبير الحمد لله. وهي لعبه ستيل كومبات يعني نحن صايرين مثل فنون قتاليه على ميوزك. حلو. يعني بيلعبوا هي شباب وبنات؟ شباب وبنات تمام نفس. يعني هيك على مبدا الزومبا ولا لها هيك شيء خاص احنا ما بنعرفها بدنا نتعرف عليها. هي اقوى شوي اقوى شوي وفيها حرق بحدود 800 كالوريز بالصف بالساعه، مده الدرس تقريبا ساعه بيجي. فنون قتاليه بس على ميوزك حماسيه، يعني بيلعبوا بوكسينج كيك بوكسينج الموي تاي عدة تركات كل غنية إلى يعني هيك مدموجين مع بعضهم يمكن. هلا رح نشوف بعد شوي يمكن صور لهذا الإيفنت ولا هي الرياضة أيضا ليا يعني شغلات جديدة اللي عم نشوفها لك مثلا عم نشوف هلا بعض الصور. كوتش خلينا هيك نحكي نحن عم نتفرج على الصور شو التكنيك اللي لازم يمكن تتبع يعني لازم السيدة أو خلينا بس بالسيدات ما إنه كتير يمكن ما بيحبوا هيك قصص او بيحبوا حابين بالعكس. هلا بهالفتره صاير هن اقبالهم اكثر من الشباب على القصه، يعني هي رياضات بتفرغ ستريس كثير. في تكنيك خاص لازم يكون الواحد حاصل عليه لحتى لا 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 هو بيتعلم التكنيك جوات الصف، يعني هو عم يلعب عم يطلع على الكوتش، بيكون الكوتش واقف على ستيج فوق وهن تحت عم يلعبوا بيمشوا معه على نفس الحركه، يعني بتلاقي تيم كامل صف كامل كلنا عم نلعب على نفس الحركة على رتم معين على غنية معينة. طب لازم يشتغل. يكون في لياقة عالية جودة لحتى لا لا يقدر. كل واحد بيشتغل حسب الليفل بيقدر عليه، يعني حلاوة هاي الرياضات انت بتبلشي ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 يعني لحاله بيعلى الليفل مع الوقت ومع الايام. في كورس كامل في اوبشنات يعني انا بعطي حتى جوا درس اوبشن، يعني اذا ما بتقدروا تعملوا الحركة اعملوا الحركة الاخف. كمان هي آلية للدفاع عن النفس يعني كمان لكل السيدات اللي عم يتعلموها يعني طبعا هي يعني انت بتتعلمي حركات حلوه بتتعلمي البوكس مثلا بتتعلمي الكيك بتتعلمي القصص هي ضروري هدول هلا بهاي يعني بعدة قصص يعني كوتش عم نشوف حتى مثل ما قلت فيه هي ليفل 1 ليفل 2 هدول بعدين يعني بيتطور الواحد بيعضل جسمه للواحد اول ما بفوت يعني فيها هيك جباري. حركات شوي فيها مجهود صاري خص فيك تسجلي فيها نسجل ما بيعدل هي بس خاصة لازم تجي تجربي يعني هي اللعبة شلون بيصير فيها بتحبيها بتمشي فيها وطالما واحد ماشي على الميوزك ما بيقعد بحس انه عم يلعب بيتسلى كمان ايه يعني بيمضى ساعة كاملة انت مالك حاسة فيها. هلا هي الرياضات عملوها لكسر الروتين تبع الجيم، يعني جيم بتقعد مثلا صبية او شاب بيلعبوا يعني فيها شوي صار في روتين ملل، هي دخلوا لك ميوزك وحركه اكثر وفني اكثر بصير بتعطي مجهود وانت مالك حاسه مبسوطه عم تلعبي مع جروب مثلا قدامك شي 20 زلمه وانت عم تلعبي معهم بتساوي روح وحده يعني الكل تلاقي حدا يضرب حدا بس كوتش في قديش الحريرات حريرات عاليه بتنحرق بالدرس 100 كالوري تقريبا بالدرس منيح يعني فيها حرق يعني. كثير اللي يعني الصبيه او الشاب مثل السباحه بتحرق أكثر. أكثر من السباحة؟ يعني الصبية أو الشاب اللي عم يدوروا على شيب حلو للجسم فيهم يمارسوا هاي الرياضة طبعاً مع نظام غذائي. أوكي. نظام غذائي ورياضة بيلاقوا فرق كبير خلال فترة قصيرة. كوتش قديش مدة المدة الزمنية للعب يعني هلأ مثلاً اللي بيلعب
حديد ساعه ثلاث اربع ساعه هلا ممكن تمتد لا يعني هي نحن الماكسيموم تبع الجسم لا يقدر يعطي نص ساعه لا 45 دقيقه تماما نحن بنلعب 45 دقيقه الورك اوت الورك اوت هو يعني بنضل عم نتحرك بوكس رجلين كذا تماما بعدين بيجي بعدها خمس دقائق او ست دقائق للابس للمعده تماما بنشتغل معده والقصاص بعدين اخر خمس دقائق ستريتشينج وكول داون مشان نريح العضلات حلو يعني هو الدرس مقسم خلينا نحكي على التقسيم معلش ايه 45 دقيقه الورك اوت 5 دقائق او 6 دقائق الابس المعده و5 دقائق او 6 دقائق بنلعبه للستريتشينج والكول داون ليش هيك مقسم يعني هلا هي كلها شركات عم يدرسوا الجسم انه الجسم قديش فيه يعطي الجسم لازم بيحتاج مثلا هالفتره المعينه بيعطي الماكسيموم بعدين بيجي بعد المعده اجباري بنلعبها مشان نشد عضلات يعني هو جسم متكامل فوق مع تحت نعم. واخر شيء الكول داون عشان تريح العضلات وستريتشنج للعضلات نعم كوتش يمكن كثير من الناس ببلشوا بالجيم وبعدين بيملوا يعني ماكسيموم شهر مثل حضرتي مثلا ومنمل خلاص ما عاد بنروح بنصير بنقول لا بدنا نرجع على الجيم بدنا نرجع على الجيم برايك مثل هيك رياضات قديش بتجذب الناس لحتى كثير انا في ناس فيها. عندي صالون خمس سنين بيلعبوا حلو يعني خمس سنين متواصلين يعني صاروا كوتشات صغار وخرجت كوتشات عندي مدربين يعني عندي ناس عم يطلعوا هلا عم يدربوا حتى انا طالما يعني انا صرت هلا الكوردينيتور لهي الشركه صار فيهم يجوا يعملوا فحوص عن طريقي ياخذوا شهادات مدربين وكورسات طبعا هلا عم بنشرها بكل سوريا اجوا ناس من اللاذقيه اجوا ناس من حمص اجوا ناس من الشام كمدربين وبلشت هلا هي اللعبه ستيل كومبات بالانتشار نعم مشان هيك عملت انا الايفنت مشان يطلعوا على اللعبه الجديده اللي صايره تمام والحمد لله لقيت صدى كبير وبلشنا فيها هلا عندي ايفنت باللاذقيه ان شاء الله بالصيف اللي حاعمله ان شاء الله يعني ستيل كومبات فيها دامبلز فيها ستيب ولا لا هي بس هي ما فيها بس فنون قتاليه بوكسين وكيكس والبوني يعني جامعينهم مع بعض مع بعض وبيعملوهم أغاني معينة تقريباً بيجي الريليز في 10 أغاني حلو كل غنية مثلاً غنية بس إيدين غنية بس رجلين حلو غنية إيدين ورجلين غنية يعني منوعين يمكن هدول مراحل إيدين أول شيء إيدين للمرحلة الأولى بعدين ببلشوا إيدين ورجلين مع بعض طبعاً إيه وبيتعبوا بينتقلوا بدهم يتعبوا إجباري لأن اللعبة فيها مجهود بس هي التعب مع المتعة يعني ما عم تتعبي متضايقه داخلك عم تتعبي بس متعه وخاصه في مثلا قدامك ناس عندهم ليفل عالي بصير عندك تشالنج انه بدك تلعبي لتصيري مثلهم هذا الشيء بحفز صح. كمان نعم. كوتش يمكن كثير مننا عم يتبع نظام حياتي خاطئ جدا بعيدا عن الرياضه بعيدا عن المشي ساعات طويله بالعمل اليوم حضرتك يمكن كمدرب وبتهتم بالناس خلينا نحكي شو هي يمكن اهم النصائح وفينهم يعملوا الرياضه اللي عندهم امراض من ديسك اللي بيعانوا من هيك امراض فيهم يقوموا بالرياضه طبعا هلا اول شيء الرياضه لازم تكون نظام حياه نمط حياه مثل الاكل مثل الشرب نحن ما فينا نبعد عن الرياضه لانه الرياضه يعني هي صحه الجسم هي اللي بتضل معنا لاخر العمر بتشوفي الرياضي هلا انا عمري 43 سنه يعني بتشوفي الرياضي الله يسلمك بتشوفي الرياضي انه ما بيبي هلا شوفي واحد مثلا 43 سنه ما عم يتدرب او ما بيلعب رياضه بتلاقي مثلا كانه عمره 60 سنه هي فرق العمر يعني مشان نشاط. هيك هذا الشيء اللي بيضل لاخر العمر معنا كانت الدوره الدمويه بتتنشط الحركه كل شيء الخلايا البشره تماماً. الدم الاكل الصحي كمان والعادات الصحيه مع رياضه لهم دور كبير يعني مثلا نعم. عدم السهر الشرب القصص هاي انه الواحد متبع نظام لانه هذا الشيء اللي بيضل فيه لاخر العمر هذا بيفيده هاي اول شيء ثاني شغله اللي بيلعب رياضه من البدايه ما بيعود عنده باخر العمر امراض المفاصل وترقق العظام والقصص كثير بتلغيها ده بتختصر على على الشخص يعني معاناة مثل ما قلت خاصة السيدات في عمر معين السيدات بتبلش بتعاني فيه من مثل ما قلت ترقق العظام نقص بالكالسيوم بالجسم وجع اجرين ومفاصل وجع الركب عشان هيك عم اقول لك الرياضة لازم تكون نمط حياة ويبلش فيها فورا الواحد هلا اذا بلش فيها وعنده اوجاع ومفاصل في رياضات معينة فيه يلعبها بس الرياضات اللي فيها عنف ودامبلز وهالحمل اوزان ما بيصير يعني بده يعمل رياضات مثل قريبة لليوغا للبيلاتس نعم. للستريتشينج تمطيط عضلات وكذا وممكن يعمل كارديو على الخفيف يعني كل عمر معين انا اول ما يجيني الواحد بشوف شو بده يعني وزنه ما فيني احطه مع ناس كذا كذا بيضر حاله كمان رياضات العنيفه واللي فيها كثير ورك اوت بتضره
مشان هيك كل واحد حسب الليفل بنشغله عليه. نعم كوتش، هون كمان بدنا ننوه على نقطة، يمكن كثير من الناس خلصنا نروح نعمل الرياضة بفوتوا على الجيم وبصيروا بيلعبوا لحالهم بدون الرجوع لأي كوتش أو للمدرب. خلينا نحكي هون، وخاصة يلي بيعانوا من أمراض الديسك ووجع الظهر وأيضا المفاصل، خلينا نحكي عن هاي العادة قديش خاطئة. طبعا هاي أكبر غلط. هاي هون في وظيفتين، وظيفة المدرب الكوتش ووظيفة اللاعب. اللاعب هو لازم ما يلعب من مخه، في ناس بيتفرجوا كتير على اليوتيوب بيحفظ حركة بيجي بده يطبقه، ما بيصير. خاصة البنات، يعني انتو بتشوفوا على اليوتيوب واحدة عم تلعب، بس هذا اللاعب بيناسب جسمها، بيكون صار لها 10 سنين هي بتلعب، ما فيك تيجي تطبقي نفس الحركة. صح، يعني هذا غلط. وغلط الكوتش اللي قاعد بالجيم انه ما بيراقب ناس، بشوفهم غلط عم يلعبوا بيضل ماشي لافف ظهره وماشي. هذا الشيء كتير عم نعاني منه بالجيمات، يعني ما في شيء اسمه حس المسؤولية، بده يكون انتباه من الطرفين، وهي مسؤولية الجيم والإدارة أكثر من مسؤولية اللاعب. اللاعب أنا وأشوفه عم يلعب غلط ظهري بقول له ستوب، أنت عم تلعب غلط، بصحح له حركته، مو بتركه وبمشي. كمان اللاعب بده يكون عنده ثقة بالكوتش اللي عم يلعب عنده. هاي الثقة بتجي أنا وأشوف الكوتش وشوف إنجازاته وشوف شهاداته وشوف شو عامل بحياته، بيلم ثقة أكثر. نعم، هلا للأسف صاير في كوتشات صح 6 شهور 6 7 شهور عم يصير دغري كوتش بيعمل دورة مدربين بصير يدرب. هذا الشيء غلط كمان عم يصير، عم يأذي لاعبين لانه عم يدرب بطريقة خاطئة. انا كثير بمر، انا صار لي 25 سنة بدرب تقريبا تماماً. من 96 صار في خبرة معينة يعني اكتسبتها. حتى بيجوك أشخاص مثل ما قلت في اندفاع كبير، بس بيجوك أشخاص مكتئبين من منظرهم، فهنا شو بيعملوا؟ إنه بين يوم وليلة هنا بدون يصير عضال، بدون يصير فكرة خاطئة. تماماً هيدا الفكرة، قديش لازم إنه تريح اللاعب إنه لا أنت شوي شوي بتصير ستيب باي ستيب، انت ما صح. بتقولوا انتو انه مو دغري، وبعدين في شغلات معينة اكله يدير باله على اكله، مو انت تقول له شيء ويروح المساء ياكل كل شيء ويحمل حاله يطلع يلعب بالرياضة. طبعا كمان. طبعا قديش مهم هيدا النقطة، خلينا نحكي عنه. ما بيستك هو بده يكون في ترافق بين الرياضة وبين النظام الغذائي. تماما. ونظام الغذائي اكتر، النظام الغذائي بيعمل للجسم 70% من الرياضة اللي تعمله 30%، مشان هيك بده يكون في ترافق بين الاثنين، بين الرياضة ونظام الغذائي. طبعا انا اكثر بيجوا لعندي بنبهن على هاي القصص وبيشتغلوا عليها، الحمد لله عم نلاقي فائده، وبلش في هلا بهالفتره في وعي رياضي اكثر من قديم اكثر. تماما. ولكن كوتش يمكن خلينا نغوص بتفاصيل النظام الغذائي المرافق للرياضات بشكل عام. كثير بنشوف على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك خلطات او قصص انه خذوها مع الرياضه، هي كثير بتفيدكم، وخاصه بصبحيات النسوان انه بتقلها خدي جربي هي وهذا الحب منيح وهذا كذا اعملي مع الرياضه، شربي هاي مع الرياضة كتير منيحة. هدول القصص والعادات الخاطئة قديش هي يعني إشاعات، هي بالنهاية ترويج لقصص. هلا هي لأحكي لك شغلة بشكل عام، النظام الغذائي في عدة نقاط أساسية. هلا شو ما جابوا لك أنظمة غذائية هي بتضل عم تدور على هاي النقاط الأساسية. أول نقطة إنه لازم ما يدخل بالنظام الغذائي شيء اسمه خبز ومعجنات حتى لو سكري، لأنه حتى الخبز السكري اللي بياكلوه العالم بفكروا أنه هو للحمية، هو لا، هو سهل الهضم بس نفس بينحط له نفس السكر، يعني هي عم تفوتي نفس الخبز الأبيض بس هو أسهل الهضم. نعم. بس الشغلة الثانية بعد أنا عن السكريات نشوي. عن النشويات عن الدهون، بخلي غذائي تقريبا قريب للبروتيني والخضار وقطع الفواكه كمان حتى بتكون لنسب معينة. في يوم فري عشان يطمنوا، لازم يكون في يوم فري إجباري مشان يعيد الاستقلال بالجسم. شو بيتضمن البيتزا البطاطا كل شيء نشويات سكريات كل شيء. يوم فري مو يوم كامل عم تاكل، هي وجبة واحدة، وجبة واحدة فري باليوم. شو ليش نحن ما عم نروح على الجيم بحبوا كرسهم في الايد. وانا لاحظته على فكرة خلال هالفترة تماما، البنات بحبوا الكرشون اكثر من الشباب. في موقع يمكن وين تغديت كله بنات، يعني بيحطوا انه انا شو اكلوا كلها اكلات غلط. طيب يعني والله ظريف الاكل، متعه الاكل. لا ظريف يعني. بس كلي اكل صحي. صحي يعني تلاقي لبن شوفان حليب، بدك تساوي جسم. هو الاكل الطيب معناه صحي، الاكل الطيب دائما كوتش شوي معناه صحي، ولكن ده هلا من بعد هاللقاء لازم هيك شوي يديروا بالهم على اكلهم، ياكلوا اكل صحي ويوم طبعا. فري يوم وجبة فري. وجبة فري عفوا. نعم. كوتش كمان خلينا نحكي، في ناس بتصير كل يوم كل يوم كل يوم بتروح على الرياضة، وفي ناس مرة بالأسبوع، قديش الوقت الصحيح لحتى الواحد يروح على الجيم؟ يعني أنا برأيي أنه 4 أيام بالأسبوع كافي ويومين راحة.
لازم العضلات ترتاح، بعد فترة بتتعب كتير بصير عنده وهن، خاصة إذا كان عامل حمية مع الأكل، يعني عفوا حمية مع الرياضة، لأنه الحمية بتتعب شوي الجسم يعني إذا ما كان ضبط، مشان هيك بده يريحه يومين للجسم. برأيي 4 أيام كافي. وصح إذا الواحد كان عم يلعب جيم وترك الجيم بيرجع جسمه طبعاً أسوأ من قبل؟ كل شيء، لا مو أسوأ، بيرجع مثل ما كان بالأول. يعني هي رياضة أول ما تتركيها بتتركك، أنا على طول بقول لهم يعني إن شاء الله تصلكم تلعبوا 10 سنين. نعم. تركوا رياضة شهر بيروح كل شيء. صحيح. رياضة صحيح. لازم تكون نمط حياة مثل الأكل مثل الشرب، ما فينا نعم. نستغني عنه. أكيد من بعد هذا الحديث معك كوتش صافي بدنا ندعي جميع يلي عم يحضرنا إنه يحافظ على جسمه، يحافظ على صحته. هيدا صحة هي مثل ما بيقولوا تاج وكنز، ما بيعرف قيمتها لا غير لحدا يفقده، وإن شاء الله يا رب كلكم تضلوا بصحتكم. بدنا نشكر كتير وجودك معنا كوتش صافي. نحن بدنا نتشجع أكثر لنكون الفريق معك بالتدريب. أهلا وسهلا فيكم، وإمتى ما بتجوا أنا بتشكركم لهذا اللقاء، وإن شاء الله بيتكرر أكثر، بس مشان الوعي للناس ومشان يحافظوا على صحتهم، هذا أهم شيء بالدنيا. نحن بنحب نشوف شيء على أرض الواقع أكيد. أهلا وسهلا فيكم إمتى ما.